في الموضوع ده تعالى نتعرف يعني ايه مايكرو نبات او مايكرو جرين، وايه اللي يخليك عايز تزرعه وتاكله، وايه فوائده لجسمك. الابحاث الجديدة على موضوع الزراعة رغم انها زي العادة قليلة، احنا ما بنهتمش باللي احنا بنحطه في جسمنا، لان احنا دلوقتي عندنا عقلية الانتاج للكتلة او الماس برودكشن، وده مسبب لنا ان مفيش ريسيرش كويس بيحصل على الاكل اللي بناكله. لكن شوية الريسيرش اللي حاصل ساينسيا الفترة اللي فاتت ديت بيقول لنا دلوقتي ان كل مرحلة من مراحل النبات ليها فوائد معينة، وممكن كمان يبقى لها اضرار معينة. وانا صغير فاكر جدتي الله يرحمها كانت بتعمل حاجة اسمها الفول النابت، الحمص النابت والعدس النابت. فكرة النابت دي فكرة كانت موجودة عند المصريين بالذات الفلاحين منهم، فكانوا بيحطوا الحاجة في حتة قماش ويبلوها ويسيبوها يومين ثلاثة لغاية ما جذورها تطلع. كان الساينس وقتها بيقول ان دي اكتر حاجة مفيدة لجسم الانسان في النبات. طبعا مع الوقت الساينس غير رأيه، لان ده اللي الساينس بيعمله طول الوقت، ان هو شغلته انه يدور ويغير رأيه كل شوية. ففهمنا ان النابت ده حاجة مفيدة، لكن كمان في مراحل تانية للنبات مفيدة اكتر من النبات الكامل. النبات الكامل انت بتاكله علشان هو ده اللي انت متعود عليه، وانت بتاكله علشان هو ده اللي هيدي لك الكميات اللي انت عايزها بأقل مجهود ممكن. فبالتالي لما اكل حزمة سبانخ طلع من بذرة واحدة وهي زرعة واحدة والاهتمام بيها اهتمام بزرعة واحدة، فمفيش مشكلة، اسهل كتير من ان انا اقولك اعمل نابت سبانخ يدي لك نفس الكمية. لكن نابت السبانخ افيد من السبانخ، افيد بكتير، يعني افيد باضعاف كتير. حاليا فهمنا ان في مرحله من المراحل ما بين الزرعه الرضيعه دي والنبات الكامل بتدينا فوائد اكتر كتير من الاثنين. فمثلا البروكلي، وانا عامل موضوع عن زراعه البروكلي على الموقع والقناه، البروكلي في مرحله النبات الكامل مفيد، وفي مواد مفيده جدا زي السلفورافين اللي عليه موضوع على موقع الحياه السنانيه، وقد ايه مركب السلفورافين ده مركب طبيعي بنحاول ناخده ونحطه في علب زي ما بنحاول نعمل في كل حاجة، لكن هو في شكله الطبيعي أفيد حاجة في الدنيا، بيقاوم سرطانات وبيقاوم أثار التدخين وبيقاوم أمراض الدم وأمراض القلب، ويعني ما شاء الله ده واحد من المركبات اللي ربنا سبحانه وتعالى حاطط لنا فيها علاج لحاجات كتير. الساينس النهاردة شايف السلفورافين دي في الفصيلة الكولومبية بس، الفصيلة الكولومبية داخل فيها حاجات كتير ملهاش علاقة بالكرومب، يعني انت لو مالكش في الزراعة مش هتبقى فاهم القصة دي. لكن من الفصيلة الكولومبية الخردل، وهتلاقي برضو على الموقع وعلى قناة يوتيوب طريقة زراعة الخردل، ان الخردل ده من اهم الحاجات اللي ممكن تاكلها. وطبعا في الكرومب والحاجات اللي زي الكرومب اللي شبه الكرومب كلها، والكرومب ابيض واحمر وقصص، لكن كمان البروكلي من الفصيلة الكرومبية. بغض النظر عن انت بتحب طعم البروكلي ولا لا، البروكلي مفيد جدا بالنسبة لك. فالبروكلي لما تاكله الوردة الكاملة بتاعته، زي ما قلت في موضوع زراعة البروكلي ان اللي بتشتريه من السوق وبتاكله ده هو الوردة بتاعت الزرعة، مش الزرعة كلها ولا ورقة، ده الوردة. عشان في ناس متخيلة ان البروكلي ده شجرة وهم بياكلوا الشجرة دي، ده مش شجرة اللي انت بتاكله، ده الوردة قبل ما تتفتح. فالوردة قبل ما تتفتح دي بتدي لك كمية كبيرة من السلفورافين، غير طبعا الحديد والمعادن والفيتامينات الكتير اللي في البروكلي. لكن الساينس دلوقتي بيقول لنا انك لما تاكل البروكلي ده مايكرو نبات، لما تاكله مايكرو جرين، بتاخد 40 ضعف كميه السلفورافين اللي موجوده في نفس النبته دي لو كبرت. فانا لو خدت الزرعه وهي لسه طولها 5 6 سنتي واكلتها، اني اكلت 40 بروكلياه كامله، 40 بروكلياه كبيره في حته السلفورافين وشويه من المعادن. طبعا الزرعه بتعمله وهي بتكبر انها ربنا سبحانه وتعالى خالق فيها المكونات اللي تخليها تكبر وتبقى زرعه لغايه ما توصل لمرحله معينه، وبعدين تبتدي تاخد العناصر اللي موجوده في الارض التربه حواليها علشان بالعناصر دي تكبر وتوصل للفول بوتنشال بتاعها. فبالتالي الزرعه لما توصل لمرحله المايكرو نبات او المايكرو جرين اللي هي بتبقى طولها مثلا من 7 ل 10 سنتي ودورتها الحياتيه كلها تبقى مثلا ما بين اسبوع واسبوعين، ما بتكونش لسه ابتدت تاخد حاجات من التربه لانها مش محتاجاها، البذره نفسها فيها كل اللي هي محتاجاها عشان توصل للمرحله دي. لما بتبتدي تاخد حاجات من التربة ده بيديها عناصر كتيرة ما هيش عندها وفوائد كتيرة محتاجاها عشان تكبر،
لكن كمان بيديها حاجات كترها بالنسبه للانسان ما بتبقاش احسن حاجه في الدنيا، زي مثلا الفايبرز، الفايبر الغذائي اللي بيبقى موجود في النباتات عشان تكبر، ده مرحله معينه منه لجسمك كويسه، لكن لما تعدي المرحله دي بيبقى مضر لجسمك. وفي ناس فعلا حاليا بيحصل لها تحسس، بيجي لها حساسيه من الفايبرز وما تقدرش تاكل فايبرز. فالنباتات في مرحله المايكرو نبات بتبقى لسه ما كونتش فايبرز، يعني مش محتاجاها لسه بكميه كبيره عشان تكبر، الكميه اللي فيها في الوقت ده بتبقى احسن حاجه لجسمك. هتبتدي ان شاء الله افرجك على كذا طريقه لانك تستعمل المايكرو جرينز وتاكلها، وهتكتشف انها اسهل كتير في الزراعه من النبات طبعا، وكمان ممكن تزرعها من غير تربه خالص طبعا، زي ما قلنا الزرعه في المرحله دي بتكون لسه ما خدتش العناصر اللي في التربه. وحوري لك اكتر من طريقه عشان ايا كانت الظروف اللي عندك تقدر ان شاء الله ان انت تعمل المايكرو جرينز وتاكلها. تابع معايا، اشوفكم على خير ان شاء الله.